في رايي، اقدم اللي انا عايزاه وما اقدمش اللي انا مش عايزاه، وما حدش يمشي رايه عليا. ما حدش ايه يمشي رايه عليك. ايوه خلاصي بقى لما اخلص كلام. انا براحتك. انا هشتغل ايه؟ مذيع. ما انا بشتغل مذيع طول عمري، هشتغل سياسه. سياسه مش سياحه، انا بقول كده. والمذيع الشاطر هو اللي يعرف يقول ايه امتى، يعرف امتى يلف الزرار بتاع الراديو على موجه النجاح. يا استاذه هنا، يا استاذه هنا، احنا مش بنقدم في بحر. وبعدين حضرتك فرفوشه كده، يعني الفرفوشه راحت، الفرفوشه جت، الجمهور يعني مش هيحب يتفرج على حضرتك في السياسه. ما انا كنت بقدم سياسه زمان وكنت ناجحه جدا كمحاوره، وبعدين اتجهت للفاني، اتجهت للعسل، اتجهت للتفاهه اللي الناس كلها ماشيه وراها، وجمهور يسقف وفنانين يقعدوا ونقعد نلوك. لكن زمان كنت ناجحه في السياسه، فاكره ولا مش فاكره؟ انسى ازاي يا استاذه؟ ده انت معجزه سياسيه. بس يا استاذه احنا قلنا ان احنا عايزين نمشيها سياحه، وبعدين الجمهور مش متعود عليكي في السياسه. يتعود الجمهور، يتعود. وبعدين هندلع الجمهور، عايز النور يتعود وما يتعودش. والجمهور يعرف منين مصلحته فين، يعرف منين ايه اللي يفيده. احنا بقى الاعلاميين عارفين ايه اللي في مصلحه الجمهور، اللي نقوله ياخده وهو مغمض عينيه. انا هشتغل سياسه، انا هشتغل سياسه. مش شايفه اللي بيشتغلوا سياسه مكسرين الدنيا ازاي؟ شايفه طبعا يا استاذه، شايفه طبعا. وبعدين ما هم يعني مكس، يعني اقول ايه بس لحضرتك؟ ما تقوليش حاجه. شايفه صورهم على كوبري 6 اكتوبر ازاي؟ شايفه بياخدوا ملايين في السنه ازاي؟ ولا انا قاعده بعمل برامج فني، برامج عسل، برامج خفه؟ لا، هشتغل سياسه ومش هيمشي كلامه عليا. مش هيمشي كلامه عليا. انا همشي، هتكلميني كمان ساعه تلاقيني في بيتنا في القاهره. مصره؟ يا اخراسي. مصره. جالي الضغط. لوزه انت يا زفته، شنطتي وانت هتيجي سكت حصايب العربيه. جت كل قرف. ما يخرب بيوتكم، ضيعتوا السبوب. هنعمل ايه يا استاذ بعد ما الاوردر اتضرب؟ ولا يهمك يا، هعمل لك فيلم عن الفيوم، اكشن رياكشن يكسر لك الدنيا كلها ويلم جوائز البلد. مش كفايه خربنا السينما الروائيه؟ عايز كمان تخرب السينما التسجيليه؟ يا عم ما مخروبه لوحدها، انا خربت حاجه؟ ومش الهانم اللي سابت لنا الشغل وغارت في داهيه؟ احنا ما قدمناش غير حل واحد دلوقتي، اننا نشوف قناه ثانيه. لا انا عندي فكره احلى، احنا نولع فيها ونجيب مذيعه تانيه، ايه رايك؟ اتفضلوا، احلى فطار لاحلى زباين في الدنيا. هندوزه. نعم. بصي يا هندوزه، عايزك تاخدي سميره وتطلعي اوضه عصمه هانم وتختاروا احلى فستان وتلبسه لها، احسن مكياج تعمله لها، مش عايز اعرفها خالص. ليه انتوا اتخانقتوا تاني ولا ايه؟ يا هندوسه ابوس ايدك، مش عايز غباوه، انا مش عايز اعرفها من الشياكه والجمال اللي هي فيه. اول ما اقول اكشن تدخلي على طول. يعني ايه؟ يعني مش عارفه يعني ايه اكشن؟ لا عارفه يعني ايه اكشن، ده انا بسمعها كل يوم، ده انا تريت بيها. بس اللي انا مش عارفه ايه مين اللي يدخل على مين. يا ستي اول ما اقول اكشن النهارده تخش بعصمه هانم على طول، ماشي؟ هحاول. استغفر الله العظيم وكل ذنب انا خش قلت له. ايه ده يا غبي، انت عملت ده؟ انا مش غبي، انا جبان. ما اقصدش يا سواسو، انت يا بني ادم يا غبي انت. انا اقول لك روح عنده البيت وروح ترفعه كده وتثبته من المطوه. مش انت اللي قلت لي اعملي كده؟ امشي واقف المطوه دي، يلا امشي. معلش يا سعاده الباشا، معلش. اتفضل سعادتك، اتفضل. انا اسف جدا للموقف اللي حصل ده، هو سوء تفاهم بس سعادتك. ووعد مني يعني اللي تطلبه انا النهارده تحت امرك ومن غير اي حاجه خالص. اتنين برجر واتنين سوسيس بس من غير كاتشب. من غير اي حاجه خالص، كاني ما سمعتش حاجه سعادتك. اتفضل. سهاد بيه، يعني انا عايز سعادتك تركز في الكلام كده وما تردش قبل ما تفكر. افكر؟ هو انا يوم ما افكر هفكر في كلامك انت؟ ايه افكر فيك ايه يا فندم؟ هو انا سعادتك يعني جزمه برقبه قدام سعادتك؟ اللي قدام سعادتك ده مش سهل ومش قليل. انا في يوم من الايام كنت هبقى بروديوسر. بروديوسر؟ اهي الكلمه دي اللي ودتنا في داهيه. انت قلت لي طلبات سعادتك ايه؟ لا الف هنا وشفا، اللهم صل على النبي، اللحمه كلها يعني الطبق كله، مفيش الا قطعه واحده. ده شغلانة مديرين الإنتاج دي طلعت صعبة قوي، فعلاً بيقولوا كل ما بيضغطوا بياكلوا، عشان كده تلاقيهم طول اليوم مضغوطين. طب وبالنسبة لموضوع هالة شعبان اللي سابت الفندق ومشيت دي، هتعملوا فيه إيه؟ غارت في 60 داهية. آه،
انتوا المفروض ان انتوا كنتوا هتصوروا على البحيره صح؟ ضربت لنا اليوم الله يخرب بيتها. لا والله يخرب بيتها ليه؟ ده انت اللهم صل. بص بص حياتك، انا عندي حل بسيط كده. انا عايزك تفكر في الموضوع اللي انا اقوله لك وتعقله كده وتشوف الرد ايه. فكر تاني انت تاني، وانا يوم ما افكر هفكر في كلامك انت. انت ليه حياتك مستقلب؟ يعني انا ما علقتش على موضوع كرش حياتك وانت قاعد ومريح، وما رددتش اقول كوميدين والكلام ده كله. ما تخليني اتكلم كده فيس تو فيس مع حضرتك عادي. ساعتك هلا شعبان دي مشيت، هجيب لك واحده تضربها بالجزمه. مين بقى؟ ثانيه واحده بس، اديني هسه اكشن. والان مع نجمه الموسم وكل موسم، من بقها تنور، من وشها تنور، من ظهرها تنور، النجمه العالميه الهانم. دي عفريتي تهلا. هو في ايه عصمت هانم؟ اكيد في حاجه غلط. حاجه غلط؟ في حاجات غلط. اخرس انا بيرفكت. ايه حاجات غلط دي؟ ليه بتجمع؟ ستوب اعزائي المشاهدين، فاصل، هنظبط حاجه وانا واصل. اوعى تروحوا في اي حته. انا فاصل ما يكفينيش، انا محتاجه ورديه كامله تقعد تصلح في وشي ما افسده الظهر. ادخل. ابص الله 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 الله، هوب هوب كله بالحب. اهو ده المكياج ولا بلاش؟ مش سكنت المعجون اللي كنت واخداه قبل كده؟ ده مكياج حواري افريقيا اللي كان معمول لي ده. ما احنا عايزين ننسى بقى المكياج الضايع ده ونشتغل على ميه بيضة، نشتغل على المكياج اللي طلعنا في الفضائيات مش اللي دخلنا السجن. انا غلطانه ان انا انزلقت وانجرفت ورا سميره دي اللو بروفايل وقابلت انها تلعب في وشي. بس الحمد لله احنا وقفنا في الوقت المناسب وهنصلح غلطتنا وهنعمل الشغل الصح اللي طلع جلوكاندا دي فوق 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 في السماء. شفت الرذاذ اللي هي كانت حاطاه على بقي؟ شفت. شفت الكحل اللي هي كانت حاطاه في حواجبي؟ شفت. شفت الرجاجيل اللي كانت حاطاه اي شادو في عيني؟ ما خلاص شفته عصمت. شفت اللي حاطاه في وداني؟ شفت. انا حاولت اجيب مكان من فرنسا. شفت. واستنى مني النتيجه. شفت. هاخد الموضوع تحدي. بص يا استاذ محي، انا موافق بس على شرط. اللي هو ايه بقى؟ ان انا ابقى المخرج. ايه ده انت اتجننت؟ مخرج ايه يا حسنين؟ في هادي يا استاذ محي، انا طول عمري من زمان بتمنى اكون مخرج. طب وانت يعني جاي تحقق امنيتك على ايدي؟ يا اخي هيكتب لك السعد وينوبك الثواب لما تحقق لي امنيتي. اقسم لك بالله هيكتب لي شهاده وفاه. وبعدين انا مش عايز اقول لك، انت اصلا دورك ثانوي، كومبارس يعني. كم بس استهدى بالله يا شيخ، الله الكلام اخد وعطى. اقعد بس كده، انا هعمل لك كوبايه شاي تروق دمك. بص يا حسنين، من الاخر يعني الدور ده معمول له 300 بس، انا هديك 1000 جنيه ماشي؟ هتعمل خبير تغذيه، يعني تتكلم مثلا تقول المفروض الانسان ياكل ايه وما ياكلش ايه. موافق ولا اجيب حد تاني؟ لا تاني يا استاذ ميحا. يا استاذ محي الله، خلاص يعني نجل الاخراج شويه. ايوه كده. بص الورق ده مكتوب فيه الكلمتين اللي انت هتقولهم عشان ما تقعدش تهرتل قدام الكاميرا ماشي؟ اما بقى الاخ رجب ومعاطي فانتوا هتعملوا معانا دور المشاهدين، يعني هتعملوا مداخلات تليفونيه. لا لحد كده وستوب. انا خلاص ممكن اجل الاخراج والكلام ده، لكن صبياني لا. يا عم صبيانك ايه؟ انت مشغلهم في ورشه ده هنا في المطبخ. وبعدين بصراحه هو الموضوع كله باكج على بعضه، يا تشتغلوا كلكم يا فينش كلكم. يعني هم كمان هياخدوا فلوس؟ بس اقل منك. ماشي اذا كان كده خلاص موافق. لا بقولك ايه، هو احنا في البرنامج ده ممكن نقول راينا بصراحه؟ طبعا بصراحه. متأكد من موضوع بصراحة ده؟ ايوه يا ابني، في انت هتهددني كلكم تتكلموا بصراحة؟ لا، مادام هنتكلم بصراحة يبقى ندفع فلوس كمان. اهم حاجة ان احنا نقول رأينا بصراحة. بس استاذ محي سيبك من العيال دي، وانا هجيب لك 4 رجالة من عندنا من الموقف كده. يا بالليل اللي طارت مننا. عندي ليك مفاجأة بقى هتدعي لي. مفاجأة؟ انت بيجي من وراك مفاجأة ولا نيلة؟ طب بص المفاجأة. ايه ده مين اللي حلق قفاها ومدياني قفاها دي؟ مين دي يا ابني؟ ده بني ادمه ولا؟ ها نهار اسود، ايه رايك؟ مش ممكن. لا ولسه لما تشوفها بتلعلع قدام الكاميرا هتضرب هلا شعبان دي بالجزمه على قفاها. ها ايه الاخبار يا بصي؟ ايه ده يا ست هلا شعبان دي جت تاني ورجعت؟ يعني كل اللي انا خططته راح على فشوش؟ ما عرفتهاش؟ دي عصمت هانم. ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت؟ عصمت مين؟
انت عصمت هانم؟ لو عندك ضمير تقولي لي انت عندك انت 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 عصمت هانم؟ طب قولي والله العظيم كده انا عصمت هانم؟ هي فيها منها بس مش ممكن، مش ممكن يا سيد. انا متهيألي انها صب شمعة. صب شمعة؟ اه. بس والنبي هي بص القبة بتاعت هلا شبعان. هي قبة ايه؟ القبة اللي بتعملها كده يا سيد. بص بقها بقها بص 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 ضمت بقها بص آه. عليها خشم ولا خشم العصفورة بص بص هذا آه طلعت لسانها بس حاسس. بص انا ولع فيها عشان اتاكد سيد. لو ساحت بس 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 يا عم بس انت تولع في الولايه لو ساحت يبقى شمع يا عم ساحت ايه وبتاع انت تولع في الولايه عشان تعملها تيست هي انبوبه بوتاجاز ما تهدى شويه يا سيد مش كده لا هي فرق حاجه واحده خرم مناخيرها ناحيه ضيقه وناحيه واسعه انت باين عليك بقى تتجنن انت وانا مش متاكد مش واثق ومش مش متخيل ان دي هاله شعبان يا عم اقسم بالله دي لو عصمت هانم كانت مسخرتك على اللي انت قلته ده يا عم مسخره مين الله ده احنا دلوقتي بنشتغل مع نجوم ماشي طب ما على قديمه برضه مش عايز لا مالك. يا حبيبي يلا بقى شوف بتشتغل ازاي مالك ايه لم نفسك انا عايز اشتغل عايز انزل بالحلقه بتاعتي المؤدين فين عايز انزل هوا لا في الهالكو الاعلانات دي كلها بتيجي على شان انا اخلص منك ليه لو انت هاله اديني اماره انزل بالتتر يا تموره طلعها هوا بس حط جرنون على صدرك لا تبردي هتدخلني هوا انا مش هتدخلني دخلوها هوا جايبين منها المحي برضو؟ ايوه جايبين منها المحي مش هلبسها انا الدكتور محسن دكتوراه في فن الحياه ازاي اتساوى بواحد زي محي بلا دكتور بلا مهندس البدل دي احنا اللي اجرناها وبعدين المفروض كل واحد منكم جاي ومعاه هدومه ايوه انا وريتك هدومي هدومك البدل اللي انت وريتها لي دي ما تنفعش التصوير يا استاذ دي تنفع في السر بس ده مش معناه برضو ان كنتوا تجيبوا لي هدوم ملبوسه من ايام السينما الصامته ده انا شفت انور وجدي لابسها في فيلم دهب البدله دي هو ده اللي موجود عندنا يا استاذ ولا اشرب اسمك قفشت كده ليه انا بتكلم معاك عادي لسه بنتناقش اوعى تشطب انا معاك حتى البدله مش قديمه قوي للدرجه دي شبه بدايه حسين رياض في شارع الحب انا بحب الفيلم وبحب حسين رياض اوكي انا هلبسها انا كنت بقول لك رايي احتفظ برايك يا استاذ خنقتونا قلت لي اسمك ايه؟ محسن دكتور محسن عنايت انت لسه ما خلصتيش خلصي بقى في سنتك المفروض ان حضرتك خبيرة اجتماعية وليه المفروض؟ ما هي دي حقيقة ورحمة امك ورحمة امي؟ الحمد لله امي عايشة ربنا يخليها ليا يا رب وانت مالك بتقوليها لي كده ليه كأنك بتعيريني ان امي ميتت وعيرك ليه يا ست؟ انا لا اعرفك ولا اعرف امك وبعدين خلينا بقى نقول الكلمتين في المشهد المهبب ده ونخلص مهبب هو انت بتتكلمي معايا كده ليه اصلا انت ما تعرفيش انا مين وبعدين انت اكيد غيره ها حقد كده نفسيه يا دي الليله الطينه اللي مش فايته وهغير منك ليه يا شاطر هغير منك ليه هو انا تيبك ده انت كاركتر وبعدين انت فاكره نفسك هتعملي بطوله فيلم ده هما كلمتين هتطرشيهم في وش الكاميرا وكله بيتشال في المونتاج وتبقى مراخيرك اطرشهم بيئه فعلا الوسط لم وما بقاش فيه دم صوت في اللوكيشن يا جماعة يلا كاميرا ريدي 3 2 اكشن شد القميص يا ديرو يا حسنين شدوا كده الزرار مفتح هو ال 46 ها ابدأ ولا لسه يعني ايه يا مدام تبدا ولا لسه ما انا بقول اكشن ما انا هبدا الكلام بس لما حضرتك تقولي يلا لا يا ماما دي يلا دي بيتكو بقول اكشن طب هي هتبدا بعد ما حضرتك تقول ارش اكشن ديت احنا هنبدا امتى انت مين قالك تتكلم اصلا يا مدام قدمي ضيوفك وساليهم يلا نبدا
النهارده هنوجهه للخبير الغذائي العالمي اللي حصل على اكبر الدرجات العلميه العالميه، الشيف حسنين مخيمر. سؤالنا هو يا فندم، هل تلعب نوعيه الماكولات دورا هاما في جذب السياحه؟ والله يعني في الحقيقه وفي الواقع احنا عشان نعرف العلاقه والارتباط بين المساله الغذائيه واستراتيجيه السياحه، يعني لازم في الاول نعرف احنا هنعمل المشروع في حتة. فانو حتة؟ ايوه. احنا يعني عايزين نقول كلام لطيف نبسط بيه الجمهور. ما انا الكلام ده اللي قريته في الكنتروب اللي انتوا ادتهوني، الورق اللي مدهوني اللي هو اللي قلت فيه. بس طمن ايه يا اخويا؟ السكريبت بقى اسمه كريب. الله يخرب بيت كل اللي جابكم تتعلموا وتمثلوا هنا اهوت. يا استاذ اسمها سكريبت. شوفوا لنا ممثلين تانيين. ده كلام مهم جدا يا شيف حسنين، الناس هتستفيد منه. معانا مداخله تليفونيه، نقول الو. الو 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 ست الكل، علي الطريق اني انا احبك، والله العظيم بحبك يا ست الكل. انا بفكر اطلق مرتي عشان اتجوز في الدنيا. انت بتكلم مين؟ اسكت. خد اخويا خش هو في الموضوع فاضل. الو ست الكل، بقول لك ايه، الراجل اللي قاعد قدامك ده ابو بيونه حمرا ده، ايه قال اللي هو عمال يتكلم عن ان هو على اساس ان هو خبير تغذيه، يعني الراجل ده لا يفقه شيء عن الاكل غير ان هو طول النهار عمال ياكل في المطبخ وبيطلع عين ابوه ده. قصدك على الشيف حسنين ده؟ ولا بيفهم ولا بيعمل اي حاجه، هو معرفته بالاكل الاكل وبس طول ما هو قاعد. للاسف الخط قطع، كان نفسنا نكمل حوارنا مع الاثنين اللطاف العسل اللي كانوا بيكلمونا، بس للاسف الخط قطع. ننتقل الى جزئيه ثانيه من انا حوارك. عايز ارد عليهم بس قبل حضرتك ما تنتقل. اتفضل. عايز اقول لهم بصراحه انا عارفهم الاثنين دول، وبقول لهم من هنا من هذا المكان بخصم لكل واحد منهم 13 يوم. وننتقل بسؤالنا الى الخبير الاستراتيجي محي. ايه هي السياسه الاستراتيجيه الثابته للمحافظه وتطوير وتنميه السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية والنفسية؟ والله يا أستاذة أنا يعني حابب أتكلم باختصار، يعني زي ما تقولي كده في عجالة حتى لا أطيل على السادة المشاهدين وينزعجوا من إجاباتنا، بس ده بقى إيه بيتوقف على الزبون اللي هو إيه السايح وعلى حسب إمكانياته المادية. برادس. لا يا فندم، بص الأهم من ده كله يا فندم، خد بالك الاهم من ده كله هو تامين السائح نفسه عشان ما حدش يجي يقلبه، لو ما اتقلب مش هنشوف وشه تاني. وده طبعا راي الخبير الامني بتاعنا محسن عناية. ميرسي يا فندم، ميرسي. ومعانا اتصال تليفوني، نقول الو. الو الو الو. علي صوتك شويه. طب عليكم. اهلا عليكم السلام. مع حضرتك صلاح من العمرانيه. اهلا وسهلا. بص حضرتك، الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه يعني بصراحه مش عاجبني الكلام بتاع ان الزبون يعني مش عارف يحصل فيه تقليب وبتاع، لان يعني ده لو حصل مع الزبون، أو اولا الزبون بيبان لما يطلع العربون، وبين حضرتك يعني ما ينفعش نقلب الزبون، عيب يعني، المفروض ده سايح يعني مش هنشوف وش امه تاني. ننتقل الى راي الخبيره الاجتماعيه اللي ما حصلتش، اللي حصل على دكتوراه في علم الاجتماع وعلم النفس قسم اداب قسم مسرح قسم علم اجتماع. الخبيره الاجتماعيه سميره لطفي. ارد؟ في الواقع ده سؤال مهم جدا، يعني هو يعني حتما ولا بد، عذرا، حتما ولا بد. مش وقت هبل خالص، يلا على الهوا. ايوه دي فرحه ان احنا بنشارك بارائنا. حتما ولا بد ان يبقى في السائح الاجنبي والسائح المصري، لازم يبقى في الفه بين الاثنين. سميره. ايوه خلاص سميره سميره خلاص. أي بس عايز اقول على حاجه، بس هي في نقطه مهمه قوي، ان السائح الاجنبي هارب من البلد عشان انواع الاكل. فشرتي يا بسه، احنا هنا بنقدم احسن واجود انواع الاكل، انتوا كده هتودونا مطرح ما نكره. السائح راح ما جاش عشان مفيش امن. لا ما اسمحلكش، انت كده بتنبط عليا بالكلام، الدنيا في منتهى الامن والامان، انتوا اللي مش فاهمين. معلش بقى يعني يا استاذه اسمحي لي بقى اتكلم، ومش عايز اطيل على الساده المشاهدين سعادتك، يعني القوانين دي هي اللي جابتنا لورا، ولازم كل واحد معلش وبقولها ويزعل الساده المشاهدين زي ما يزعلوا، لازم كل واحد يعرف دوره ايه وينفذه وعلى اكمل وجه
واسف للاطاله للساده المشاهدين. قول الكلام ده لنفسك يا فندم. لا يا فندم ساعتك. معلش يا فندم بس احترامي ليك. لا لا ما اسمحش. المشهدات طالما في صالح المشاهد انا ما عنديش مشكله، لكن كده ما نقعدش نخبط ونقول كلام كده عمال على بطال. ونروح فاصل ونعود ونكمل برنامجنا الشيق مع ضيوفنا الرقعاء. رجعنا من الفاصل ورجعنا تاني لحلقتنا الشيقة وضيوفنا الرعاء، رعاء جدا جدا بكل فخر وبكل اعتزاز اقدر اقول لكم بكل صراحة انا عملت النهاردة حلقة فعلا اقدر انهي بها حياتي الفنية معاكم بقرار الاعتزال. الله يخرب بيوتكم. اهدى يا ريس، اهدى يا ريس، مش كده تكررت الاعتزال يا استاذ؟ ده احسن خبر سمعته في حياتي. يبقى تعالى، هو اللي يشوف وشك بيعرف يشتغل ولا عمره هيشتغل؟ فركش الله يخرب بيوتكم. بس خلاص بس خلاص بس بس خلاص اتفضلوا قوموا. بس خلاص بس خلاص بس كله بقى كده ينسى همه. الناس محتاجة الحاجة تصر.